سلام بنت الدباخ اللي قالت تونس ما فيهاش رجالة، وتونس كاملة ما فيهاش رجالة، لا كبرت لا في فمها لا جعرت لا حد شيء. تونس فيها رجالة والشعب متاعها الكل رجالة والتوانسة الكل رجالة. شاعر نقولها انتي شكوى ومطبوخة دباغ، انتي شكوى ومطبوخة دباغ، وهذا بلاغ. سلام مريم بنت الدباغ، انتي شكوى، انتي شكوى جيفة مرجوجة وفي المخة خفيفة، وماك الشريفة مريضة وما عندكش دماغ، مرقق ضعيفة ولكن بلسانك جغجاغ. سلم مني البنت الدباغ، ماكش تونسية، ماكش تونسية، انتي ثعلب شارف قورية ومية بالمية تحبي والحبك سباق، ومية بالمية تحبي والحبك سباق، وفي المسرحية صدرك على المسرح، على المسرح جغجاغ. سلم مني البنت الدباغ، ثعلب مغوار ودرتيه الباباك العار، وهذا اللي صار شاعر قريته في البلاغ، مصيرك نار انت قريده ولادها دغداغ. سلام مريم بنت الدباغ، سلامي يا قريده، انت يا قريده مفضوحه مريضه بالصيده، وهذه القصيده. سلام مريم بنت الدباغ، وصلي تحديده مزوني شاعر، وصلي تحديده مزوني، كلامي للثعلب، كلامي للثعلب، كلامي للثعلب للداغ، كلامي للثعلب للداغ. سلام مريم بنت الدباغ، وشكرا. قناعة تامة أو توضيح أكثرش من هكا، حكينا مع بعضنا قبل البرنامج وفعلا قلت لي رانا ممكن نجيبوا فنان كذا، لكن اللي أنت تتحدث أنا ما نجيبش كان اللي يعجبوني زاد، لكن اللي أنت تحكي عليه معناتها عندك في الهم تختار. باهي واضح، أكثر شيء من هكا. عندك سؤال ولا عندك سؤال؟ ما عندي حتى سؤال. باهي تجاوب مريم، تحب تجاوب ولا لا؟ لازمني نجاوب هالمرأة هذيا، ولكن أما يعيش لا لا قبل ما تجاوب، لا 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 شوف شوف، حافظ على مستوى معين من النقاش، مستوى معين هي طيحت ومستويها واش انت حلها في لا 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 سامحني، شو تقول لك؟ انا قلت لك نتاعك هذيا. السلام عليكم، مساجي ليك اليوم يا مريم يا دباغ، يلي بالحق بالحق طلعت هكا دابغه على سعدك ووعدك، على وجهك المطلي، على أخلاقك اللي صفر صفر هكا. يا أخي يا قلي ما تحشمش على روحك، ما في جرتك حد، أي نقوله يمكن يمكن عندك بو يمكن ما عندكش، خاطر حتى لكن وعندك ما نتصورش كان ربيك وتربيتك ماشي تربيت رجال، هذاك علاش انت رجال ما تعرفهمش بالحق، ما تعرفهمش رجال، وما في جرتك حد وما يردك حتى حد، هذا اللي عندك لا خال لا عم لا خولة حتى حد، ريحة الرجولية تعرفش حتى الريحه نتاعها كيفن هي، انت وحتى القناه اللي معديتك وحالت لك البلاتو المسخ اللي انا اكثر حاجه ندم عليها في حياتي، انا نهار دخلت له البلاتو هذاك وريت العار والفضايح اللي فيه، ريتك المنشط صفر اللي ساكت البارح ويتضحك وبعلوش بارك الله عليك ما شاء الله، وقت اللي تحكي هي على بنك الجينات، انا اللي خدم فيه بنك الجينات، ما خليتش حتى ندابه ظهري ما خدمتهاش يا بعلوش، تخدم حتى غادية. المساج متاع الشيء اللي تحب توصله أنت والكليب اللي مخلينك تمد وجهك في قناة وأنت نيفو حتى شيء، قالت بريطانية وخدمت في الأغمي ما نعرفش شنوا، وخدمت موديليزم ولا شمن عزي، وقرات وين قرايتك؟ ظاهر عليك وعلى قرايتك وعلى ثقافتك، أنت وحدة وبشة وحدة مسخة، جايبينك جوست باش توصل الدناءة والرذيلة والفساد في البلاتوات وفي التلفز، اللي الناس مالوروزمون تحل في التلفز باش ترى منظرك انت وترى الوسخ اللي انت تحب توصله، يا مسخه يا مسخه، يلي ما تعرفش الرجال، ما رباتكش رجال وما عندكش شكون رجال تحكم فيك، مستنسه بالبابوش بومصه ماك انت، كيفاش يقول فمي، معناها يا ربي كيفاش يقول فمي، كي الكهرباء كي يصبولها ليسانس تمشي، ما كانش هاني تقعد باركه ثم، انت كيكه يمولوك يمرشنوك تضحك من هنا لهنا وتوري فينا فك الفم من فوق كي الزكرة هكا وفك ال
عنا راه لاباس الحمد لله، معناها ما فما حد شيء فيه. اما المساج اللي تحب توصله، مشيو لبنك الجينات قال شنو انا ما نحبش نعرس، ما تعرسش اراه لي يوريك فرح، ما عندهمش علاش ياخذوا فيك اصلا. راهو رجال تونس كي يحب ياخذ امراه ياخذها امراه، اما انت كان حتى جيت امراه ماكش امراه وما نحسوكش. وش باش يقول فمي، معناها براو جيبوا ناقصين ملاقيت، احنا ناقصين ملاقيت معناها باش نقعدوا نعانيو فيهم. وبراو للكندا، كيفاش باش يمشوا لهالكندا يعيشك؟ ناس قرات ووصلت وتعبت وندبت على ايامها لهنا، ونقبت عينيها من اللي عمرها 6 سنين وقاريه قداش من عام بعد الباك، وحبوا يهاجروا باش يمشيوا يشوفوا مستقبلهم، ما نجموش. خلي باش يمشيوا يجيبوا لنا كباب لا من غادي من الكندا، عاد كي هو كبول كبول، وكي هما البنات يحبوا يعرسوا على خاطر جيبان الصغار. عاد وخاتي احنا عندنا رجال رانا تحكم فينا بنات تونس، ما يسالش الله منه عرس بالحلال على بز ومعناه، وما يسالش خليها تعرس على خاطر جيبان الصغار وتربيهم وتطلعهم بالحق ويتربيهم في وسط دار فيها راجل يحكم، مش تمشي تجيب ملقوط. مانيش ناقصين ملاقيت، واش باش يقول فمي؟ لعنة الله عليك، خاطر اللعنة تجوز كان على الشيطان، وانتي وحدة شيطان رجيم، ما تنجم تكون كان شيطان رجيم. قلبي معبي عليك من البارح من حشت اللي ريتها، ظاهرة الحكاية يا توانسة ان الراف الرجال من صباح، من صباح تربي نحل في الفيسبوك ونراف رجال تونس كيفاش غاضتهم كلمة اللي ما فهمش رجال. وكل قصاص فكرتوني اللي قاعد حاسبينه في حل هذاك، زعما كنا عاقدين فيه النوارة، قلنا ولد جنوب وتبارك الله، وقبل في التأسيس يقالبها وحاربها وسطه بالذراع عامل حالة. وينك البارح باب؟ ها هي تقول ما فهمش رجال، انت تغزر لها وتصلي يعني بيه جاك زينها فيلة، ولا بالكش هي بكل هاكا حاجة واو، ولا عجبتكم فكرة بنك الجينات؟ ماذا بيكم تحبوا عاد عنتم على الهشك بشك والروايق البارد؟ البرنامج هذاك يتسجل نهار الاثنين، ويقعد يتسجل بالخمسة والستة سوية باش يعديو لكم هاك ساعتين هم، ساعتين تمانيك حشاكم وحشا قدركم، ويتصنصر اللي يتصنصر، ويتعدى اللي يحبوا عليه يتعدى. وتعدى البارح وقت اللي احنا البارح ترزينا في نوارات عزيز غالين الله يرحمهم ويخف عليهم تربي ثقيل، وان شاء الله من دنيتهم لجنتهم، اللي هما رجال تونس اللي حامينا وحامينك يا مسخه، باش تمشي القمارت وتمشي الحمامات وتطلع في المطار وتمشي لوين وتمشي لوين وتمشي لوين، تسيب في الخمج متاعك يا خامجه تونس برجالها. والمره هذه رجالها راسك هذاك اللي باش يقصوهولك، ما عادش خليقتك تدب في التلفزه، ان شاء الله ربي يجيبها لك. ان شاء الله انت واللي يكريو فيك باش تبث الوسخ والهم في وسط العائلات. أما اسم الله علينا.